ايوه خديجه، اهلا سليمان بيه. لا 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 سليمان بس، انت مش عارفه حالتي ازاي وانا بكلمك. ليه خير؟ يوسف وافق ان انا اتقدم لك بعد شهور العده ما تعدي. هو قال لك كده؟ ايوه حالا، انا لسه خارج من عنده، خرجت من عنده كلمتك على طول. غريبه قوي. ايه وجه الغرابه؟ اصلا ما فتحش معايا الموضوع ده خالص. معلش، يمكن حاسس ان هو كان غلطان ومش عايز يزعلك، او يعني التجربه اللي هو مر بيها دي خليته يعيد النظر في كل حاجه، ثم احنا مالنا بالاسباب، المهم انه وافق. اتفضل. انت وحشتني قوي يا يوسف. انا مش عارف ازاي جالنا قلب نزعل من بعض ونتخاصم طول الوقت ده. انا اسف يا خديجة. انا اللي اسف على الكلام اللي دمه تقيل اللي قلته. على فكرة انت كلام كتير قوي من اللي انت قلتي كان صح. احنا عمرنا ما فكرنا فيك. مش حقيقي يا حبيبي. امال مين جوزني وجهزني وعمل لي قيمه غيرك يا حاجة؟ اي نجاح ورزق بيجي من عند ربنا انت شريكة فيه. بس انا زعلانة منك. ليه تاني؟ عاوز تخلص مني انا؟ يعني ما تصدق تقعد مع سليمان بيه عشان تقوله انك موافق على جوازنا؟ الله، مش ده كان طلبك؟ وكمان انت عندك حق، احنا لما نروح نتجوز دلوقتي هتقعد انت لوحدك. طب واذا قلت لك اني غيرت رايي؟ امتى وليه بقى يا يوسف؟ انا سليمان بيه لما اتكلم معايا كنت مجروحه جرح كبير قوي وحاسه اني ولا حاجه، والراجل بصراحه كان مؤدب ومحترم. ما خدتش قرار، بس قلت اجله لغايه لما اشوف حالتي هيحصل فيها ايه. وبعد اللي حصل ما بيني وما بينك قعدت افكر كتير، ومخي فضل يجيب ويودي. لقيت ان مشكلتي دي ولا حاجه جنب مشاكل ناس كتير، وان كفايه عليا عيشه هي عندي بالدنيا. بس انت حلوه وصغيره واكيد مش هتقعدي لوحدك. خلاص هات العريس زيك كده وانا وافق على طول. انا ما بهزرش. لا بجد، هو ده رايي فعلا، وانا هبلغه بنفسي لسليمان بيه. صباحه يا معلم. صباح الخير يا نرجس. مش خير خالص. فيها بنت على الصبح لغيتها، لقيتها متدهوله في حب عليش. هي اللي قالت لك يا بنت؟ مش بالمكشوف يعني، ما هي عارفه ان ممكن كلمه تتنطور كده ولا كده. وعرفت منين يا بنت النصحه؟ من الهدايا اللي عندها. هدايا يا بت؟ موبايل بالشيء الفلاني يصور فيلم من الصوره، ده غير الريحه والفساتين. ومين اللي جاب الهدايا دي؟ هيكون مين؟ ابويا عليش اللي جاب الحاجات دي. بصراحه لو اي واحده مكانها كانت دماغها تميل. وانا مش هفضل مستني ابوكي لما يتعطف عليا ويسمح لي ارجع اقدم البرنامج تاني. يعني عايز تعمل ايه؟ بصراحه كده في عروض كتير جايه لي وانا مش عايز اخسرها. يعني الراجل اللي ليه فضل عليك بعد اول خلاف بينكوا تسيبه وتروح للمنافسين بتوعه؟ وانت على قدك اهو، هو منشف دماغه وانا صبرت عليه كتير، والاحداث اللي بتحصل كل يوم لازم اكون موجود فيها. هاي يا فوق. هاي يا حبيبي. مساء الخير يا حبيبي. عامل ايه؟ وحشتني. اهلا اهلا يا سليمان بيه. اهلا حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ ابدا، بقالي كتير ما شفتكش، وحشتني قلت اجي اشوفك. تشرب ايه يا بابي؟ لا ولا حاجه، انا بس عايز اقول لكم موضوع مهم. خير ان شاء الله. انا قررت اتجوز. حقك يا سليمان بيه، المهم بس يكون ربنا وفقك. اظفر بذات الدين تربت يداك. لا من الناحيه دي اطمن، ده هي ذات الدين والجمال والاخلاق وكل حاجه حلوه. طيب وهي مين بقى؟
خديجة. خديجة مين؟ خديجة أخت يوسف. خديجة مراتي؟ لا اسمها طليقتك. طب وهي موافقة؟ والله يوسف وهي وكلهم موافقين، وإلا ما كنتش جيت وقلت لكم. لا يمكن. لا يمكن ليه يعني؟ على جثتي لو ده حصل. في ايه يا حسن، انت اتجننت وانت مالك اصلا بالموضوع؟ ايوه كده بقى، اظهر على حقيقتك. وانا اقول جاي تهددني يا اما طلق بنتك يا طلق خديجه عشان انت تروح تتجوزها؟ على ايه كل ده؟ انت ندمان انك طلقتها ولا ايه؟ انا ندمان اني عرفتكم كلكم. لا ده انت قليل الادب بقى. بره، اطلع بره. سواء وافقت او هي وافقت، انت الموضوع يخصك في ايه؟ ازاي تقول كده يا يوسف؟ انت ترضى ان خديجة تتجوز واحد نصاب زي سليمان ده؟ على الاقل مش هيبهدلها زي ما انت بهدلتها. ارجوك يا يوسف، انا عارف اني غلطت كتير، بس انا عندي 100 سبب وسبب يخلوني اعمل اللي عملته ده. حسن، بغض النظر عن التفاصيل، خديجة رفضت تتجوز سليمان. عارف ليه؟ ليه؟ عشان هي أحسن مني ومنك ألف مرة. عارف، أنا هطلع أجيبها لك وبتصرف أنت معاها. أنا عارف إن الجرح اللي جواك كبير، لكن برضو عارف إن طاقة الحب اللي جواك كبيرة. مش بس الحسن، الحب الكبير لعائشة. خديجة احنا زعلنا كتير قوي، خلينا نفرح بقى. يلا ازيك يا درش؟ الحمد لله. لله على السلامة. اهلا. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ عارفة مين هنا؟ مين يا خالد؟ تعالي انا اقول لك. وحشتيني يا خالد. انت كمان يا خالد. عائشة تعالي، عايزك. سبحانك خديجة.